طبعا يا جماعة كلنا شفنا القرار اللي صدر امبارح بخصوص تعويم الجنيه، ودلوقتي الجنيه او الدولار وصل ل 26.5 جنيه، وهو ده خلاص وصل لل 27 وهيعدي ال 27 ومكمل في الصعود. ده البنوك اللي هو يعني الاسعار الرسميه. اما فيما يتعلق بالسوق السوداء، السوق السوداء طبعا معدي ال 35 جنيه، والاسعار مكمله في ازدياد وهترتفع كمان وكمان الفترة الجاية. ده هيوصل في وقت من الأوقات في خلال الشهور القريبة اللي جاية هيوصل ل 50 و60 و70 جنيه. ده علشان إيه؟ علشان مفيش أمل إن الاقتصاد بتاعنا يتحسن على الأقل في المستقبل القريب. ده يعني مفيش إنتاج، مفيش استثمار، مفيش رؤوس أموال جاية من الخارج. ده بالعكس اللي جوه بيخرج اللي بره، يعني كل رؤوس الأموال أو كل الاستثمارات اللي جوه مصر حتى المحلية حتى رجال الأعمال المصريين كلهم دلوقتي بيخرجوا بره مصر. فبالتالي الفترة الجاية مفيش اقتصاد في مصر، فبالتالي خلاص مفيش أمل إن الجنيه يرتفع تاني أو الاقتصاد يزدهر أو ينتعش أو يكبر، فبالتالي الجنيه هيفضل ينزل ينزل ينزل. تمام؟ والحكومة عارفة الكلام ده كويس، والبنك المركزي عارف الكلام ده كويس، وعارف دلوقتي وفهم إن المصريين فهموا، فبالتالي راح جاي معلي سعر الفايدة. صدر برضو قرار قبل قرار التعويم على طول يمكن بساعة واحدة، صدر قرار من البنك المركزي بزيادة سعر الفايدة ل 25%. طبعا دي زيادة فلكية عمرها ما حصلت في تاريخ مصر. طب ان تبقى الفايدة 25% عادة كانت بتبقى ايه 2% 3% 5% 10%. طب ما عمرها ما زادتش عن كده الا مثلا كان في التعويم الاولاني اللي هو 2016 وصلوها تقريبا مش عارف ل 13% 14% حاجه زي كده. تمام؟ انما دلوقتي 25%، دي اعلى زياده في تاريخ مصر. تمام؟ هم لانهم عارفين ان الناس ما بقتش واثقه في البنوك، فبالتالي بيحاولوا يجذبوا رؤوس الاموال. وده معناه ان اي واحد عنده شويه بزنس بس بسيط كده، بسيط ما بيكسبش منه كتير، مكسب بس يا دوب ياكله هو وعياله، هيروح جاي بايع البزنس وقافل البزنس بتاعه. تمام؟ ويروح جاي حاطط الفلوس في البنك، اربح له بكتير وافضل له بكتير. يعني لو واحد عنده مليون جنيه مثلا، لو حط المليون جنيه في البنك هيطلع له كل سنه حوالي 250 الف ربع مليون جنيه مكسب. فبالتالي لو عنده بيزنس ثمنه مليون جنيه ما اظنش انه هيدخل له في السنه 250 الف جنيه. تمام؟ فبالتالي هيبقى الافضل انه يحطهم في البنك، فبالتالي نسبه البطاله هتزيد والاسعار كمان هتزيد. تمام؟ لان لو واحد عنده مثلا بيزنس خاص بالمواد الغذائيه، خاص بملابس، خاص مش عارف بايه، كل ده هيقل، المنتجات هتبدا تقل، فبالتالي المنتجات الموجوده في السوق الباقيه هتبدا سعرها يزيد. تمام؟ فالفترة الجاية للأسف فترة صعبة جدا، وده اللي احنا توقعنا، ومش احنا مش عايز اقول انا راجل مش اقتصادي، ده اللي الناس كلها كانت متوقعة. وبالفعل فعلا السيسي ماشي في سياسة إفقار المصريين، وراح جاي حتى موقع البرلمان مع الحكومة. تمام؟ يعني ادوا الضوء الاخضر اللي هي الاجهزه الامنيه، ادت الضوء الاخضر للبرطمان المصري اللي هم اللي ما لهمش لازمه دولت، تمام، انهم يهاجموا الحكومه. قبل كده طبعا ما كانش في اي هجوم، كانوا كلهم متوافقين مع بعض واصحاب وحبايب وبتاع، لان كل حاجه بتيجي من عند السيسي، من عند الراس الكبيره، بتيجي عند الراس الكبيره كله يسمع ويطيع، مفيش حد بيناقش اصلا. انما دلوقتي لا، بقى البرلمان بقى بيناقش الحكومه وبينتقد الحكومه وبيهاجم الحكومه. تيجي مثلا يعني يهاجم مثلا زي وزير الماليه ولا زي وزير التموين، فيجي وزير الماليه والتموين يجي يرد على بتوع مجلس الشعب يقول لهم ما انتوا اللي موافقين، ما انتوا اللي وافقتوا. تمام؟ يعني اي حاجه احنا بنقرها او بنقولها او بنقترحها انتوا بتوافقوا عليها. ده علشان ايه؟ عشان كله جاي من فوق. فبالتالي السيسي وقعهم في بعض، وقع الناس كلها، وقع الحكومه مع البرلمان، والكل عارف ان مفيش حاجه في مصر بتحصل الا انها جايه من عند السيسي، بس ما يقدروش يقولوا الكلام ده، فبيشتموا بعض منهم فيهم. يعني انت عارف يبقى السبب مين؟ سبب السيسي. طب واتنين تانيين هما اللي بيتخانقوا مع بعض كانهم هما السبب، هما ما لهمش اي علاقه خالص بالموضوع ده، وده هو السيسي هو صاحب البلوه السوداء. تمام؟ وده اللي حاصل الفتره ديت، وبالتالي مفيش حد بينتقد السيسي. وللاسف بنسمع بقى شويه فيديوهات للستات اللي هي بتعاني من ارتفاع الاسعار، بيطلعوا ينادوا
للسيسي: يا ريس ارحمنا، يا ريس قلل الاسعار، يا ريس مش عارف ايه، ويقعدوا يعيطوا. يا ريس مين؟ الريس كان هو الريس اللي عامل كده وقاصد انه يعمل كده، مش فشل منه ولا غباء منه ولا بتاع. من اول يوم جه الحكم هو وعارف كويس قوي هو بيعمل ايه، وماشي بالسياسه دي بسرعه الصاروخ ومكمل فيها. طب يعني لو قلنا ان السياسه اللي هو ماشي اللي كان ماشي بيها اللي هي مثلا كانت البنى مدن ملهاش اي 10,000 لازمه، بنى العاصمه الاداريه ولا مش عارف ملاهي معرفش ايه ولا اطول برج ايه ولا بتاع، البنى المدن ديت اللي ملهاش اي لازمه، وسياسه الاقراض من الخارج ياخد قروض قروض قروض. طب هو مكمل في الكلام ده كله. طب يعني كل الكلام ده هو السبب في افقار مصر وفي البلوه اللي مصر فيها دلوقتي، ومع ذلك هو مكمل فيها. ده معناه ان هو عارف هو بيعمل ايه ومكمل في السياسه بتاعته، وما عندوش سعي انه يتراجع ولا انه يحسن مستقبل البلد ده او اقتصاد البلد دوت. زي ما قلت لكم قبل كده تمام، ان هو متعمد كل حاجه هو بيعملها، وانكم مش هتشوفوا خير من وراء النظام دوت. فالنظام ده مكمل في السياسه بتاعته، السيسي واعوانه مكملين في السياسه بتاعتهم، وهم مش مضرورين في حاجه. تمام ليه؟ لان هم اوريدي حساباتهم بتزيد في البنوك مليارات، يعني اي فلوس بتيجي من بره، انت متخيل اي قروض بتيجي من بره ولا اي فلوس بتيجي من بره، هم كده ايديهم بيضاء وشريفه كده وبتاع ما بياخدوش منها، هتلاقي حساباتهم دلوقتي مليارات في البنوك. طب السيسي وكل الرجال اللي حواليه وكل قيادات المجلس العسكري الناس الكبار اللي في البلد كلهم حساباتهم دلوقتي بره مصر، طبعا مش جوه مصر، كلها بره مصر بالمليارات. تمام، فما تتوقعوش الناس ديت هتصعبوا عليهم. طب بالعكس هم مبسوطين قوي بكده، كل ما الوضع بيسوء في مصر بتيجي فلوس قروض من بره، بتيجي استثمارات، مش استثمارات، ما فيش استثمارات، اي قروض بقى ياخدوها من بره خلاص بتدخل جزء منها في حساباتهم، فبالتالي هم مبسوطين بالوضع دوت. فما فيش امل في البلد ديت غير بيكم انتوا، انكم انتوا اللي تحسنوا مش الاقتصاد بقى، يعني تشوفوا بقى اوضاعكم تتحسن ازاي. طب دلوقتي الوضع في البلد سيء جدا، والكل عارف انها خلاص، يعني عارفين زي يقول لك قفله الدومينو. تمام، لما تكون خلاص اللعبه قفلت خلاص ما فيش امل، الدنيا خربت خلاص في مصر ومكمله في خراب ومكمله في الانحدار والسقوط. تمام، فهل في حل للبلد ديت؟ في حل. انا هقول لكم على الفيديو الجاي، هو الكلام برضو عن الحل ده يطول شويه. تمام، فانا ما بحبش اعمل فيديوهات طويله زي ما انتم عارفين، فبالتالي انا هقول لكم على الحل تعملوا ايه الفتره الجايه. بس ما انصحش ناس، وخصوصا لو الناس ما عندهاش فلوس كبيره مبلغ كبير، انهم يحطوا فلوسهم في البنوك، لان غالبا الفلوس ديت مش هيعرفوا ياخدوها تاني من البنوك، فالبنوك هتفضل مستحوذه عليها، الشهادات دي بتاعت اللي هي العوائد ال 25% هتفضل البنوك ماسكه فيها، فبالتالي هيبقى الموضوع صعب انك تاخد او تفك الشهاده ديت. فنصيحه من ناس ما يحطوش فلوسهم في البنوك، لان الوضع في مصر اللي جاي سيء جدا، وارد جدا تحط فلوسك، اي حد اصلا له فلوس بالدولار دلوقتي ما بيعرفش ياخدها. تمام، يعني لو رحت اي بنك والله انا ليا مثلا 100,000 دولار في البنك، مش هتعرف تاخد منه دولار واحد. تمام، يقول لك لا خده بالمصري. تمام، والفتره الجايه الناس اللي حاطه فلوسها بالمصري مش هيعرفوا ياخدوها، فزي ما حصل دلوقتي في سريلانكا وحصل في 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 لبنان. ما اعرفش سريلانكا فيما يتعلق بالبنوك، بس في لبنان طبعا فيها الكلام دوت. تمام، وهيحصل في مصر الفتره الجايه الكلام دوت، فما انصحش الناس انها تحط فلوسها في البنوك. ولكن في ناس بقى بتطمع في ال 25% على اعتبار انها حاجه كبيره، يعني وهي بالفعل حاجه كبيره، ولكن لو واحد عنده مبلغ صغير عنده 100,000 مثلا ولا حاجه، مش هيعود له مبلغ كبير يعني. ده يعني ممكن يعرف يشتغل بيه او يعمل بيه اي بزنس يجيب له فلوس اكتر يعني. انما الاوضاع سيئه، وهقول لكم ان شاء الله تعملوا ايه في الفيديو اللي جاي باذن الله. نشوفكم فيديو تاني ان شاء الله، وربنا معاكم ومع مصر ومع المصريين، وان شاء الله تحاولوا ان مفيش حاجه هتتعدل الا بيكم انتوا، انتوا اللي تحسنوا الاوضاع في البلد، وانتوا اللي تغيروا الوضع اللي في البلد دوت. نشوفكم فيديو تاني ان شاء الله.